السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم ترحيب، وأكيد نرحب بمستمعينا الكرام عبر تردد 97 FM. وحياك الله يا أخوي فهد. يا مرحبا بك أنت، والله اللي حياك الله، يا مرحبا بك، نورت ترحيب، وكذلك حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة. نتابع مع ضيوفنا مواضيع مهمة ومميزة إلى جانب مواكبة الأحداث والفعاليات التي تشهدها مختلف مناطق الدولة، ومن أبرز المواضيع التي تتضمنها حلقة الليلة: حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يمنح أحمد بن علي المحمود وشاح حمد بن خليفة، وموضوعنا الثاني: حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يستقبل رئيس إقليم كردستان العراق. أما الخبر الثالث والأخير: المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة تعلن أسماء الفائزين بجائزة كتارة للرواية العربية. هذه الأخبار السريعة اللي كانت عندنا، والآن نبدأ مع أخوي سعود في الاستديو. شكرا يا أخوي فهد. وطبعا مشاهدين الكرام، في البداية منح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى السابق وشاح حمد بن خليفة تقديرا لعطائه وما بذله من جهود في خدمة وطنه طيلة فترة عمله. جرى ذلك خلال استقبال سمو الأمير له بمكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم. ومن جانبها أعرب سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود عن شكره وامتنانه لسمو الأمير المفدى على هذا التكريم. استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بمكتبه في الديوان الأميري صباح اليوم سعادة السيد نجيرفان بارزاني رئيس أقليم كردستان العراق بمناسبة زيارته للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون وأوجه دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. ومشاهدينا الكرام، ننتقل إلى موضوع آخر ومن الرعاية الصحية الأولية تبدأ بتطبيق المرحلة الرابعة من خطتها العودة للحياة الطبيعية من خلال 27 مركزا صحيا. نتابع التفاصيل في التقرير التالي. بدأت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بتطبيق المرحلة الرابعة من خطتها للعودة للحياة الطبيعية، وذلك وفق قرار مجلس الوزراء ببدء تنفيذ المرحلة الأخيرة من خطة الاستجابة الوطنية لفيروس كوفيد-19 في قطر. فقد بدأ 27 مركزا صحيا تابعا لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالعمل بكامل طاقتها وتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة مع استشارات طبية وجها لوجه، وذلك حسب طلب المراجع، بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم الاستشارات الافتراضية للمرضى الذين يفضلون هذا النوع من المواعيد. وسيستمر مركز الاتصال المجتمعي بالعمل كالمعتاد عبر الرقم 16000، وسيقدم استشارات عاجلة عند الضرورة عبر المكالمات الهاتفية والفيديو. كما استؤنفت خدمات عيادة الأسنان وعيادة الفحص الذكي في المراكز الصحية بنسبة 100% من طاقتها التشغيلية، فيما ستستمر خدمات فحص مسحة الأنف من داخل المركبة وعيادة فحص كوفيد-19 بالعمل في المراكز الصحية إلى إشعار آخر. هذا وقد أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن مركز روضة الخيل الصحي سيظل مركزا صحيا مخصصا لفيروس كوفيد-19، وسيوفر رعاية عاجلة على مدار 24 ساعة، وسيستأنف جميع الخدمات المتخصصة في وقت لاحق عبر مسار منفصل. وأكدت المؤسسة كذلك أن جميع المراكز الصحية التابعة لها ستواصل اتباع إجراءات تشغيل صارمة للسيطرة على انتشار فيروس كوفيد-19 مع إجراءات سلامة وقائية صارمة لإدارة المواعيد التي تتم وجها لوجه. أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة عن الفائزين بجائزة كتارة للرواية العربية في دورتها السابعة، حيث بلغ عددهم 21 فائز ضمن فئات الجائزة الخمس.
نعم سعود، للحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف معنا في الاستوديو الأستاذ خالد السيد، المشرف العام لجائزة كتارة للرواية العربية ومدير إدارة الفعاليات بكتارة. يا مرحبا ومسهلا بك أستاذ خالد. يا هلا ومرحبا فيكم وفي جميع مشاهدي قناة الريان. في البداية بيض الله وجهكم على الدعم اللامحدود وأيضا الفعاليات اللي تقام، سواء كانت في كورونا اللي الحمد لله رب العالمين بدينا نتلاشى منها بعد الله سبحانه وتعالى، الحمد لله. والآن أيضا عندكم جائزة كتارة للرواية. نبغي طبعا في البداية نعرف الهدف مثل هذه الفعاليات أو مثل هذه المسابقات، خاصة تتكلم على رواية، رواية هناك عدة روايات. صحيح، في البداية أود أن أتقدم أول شيء نعزي نفسنا في جائزة كتارة للرواية العربية ولجميع الكتاب والأدباء والروائيين العرب في وفاة الروائية والإعلامية ليلى الأطرش. نعم. التي حازت على جائزة كتارة للرواية العربية في الدورة السابقة. صحيح. والله يرحمها والله يصبر ذويها. آمين رب. إن شاء الله. فجائزة كتارة للرواية العربية طبعا بدأت في نهاية 2014، بدأت قوية والحمد لله. أيضا في 2014 في الدورة الأولى كانت عدد المشاركات كبيرة على مستوى الوطن العربي، كانت عدد المشاركات 711 مشاركة ما شاء الله. والدورة الحالية هي الدورة السابعة، مرور سبع دورات أو نسخ الحمد لله، وصولا إلى 2321 مشاركة ما شاء الله من الوطن العربي. خلنا نقول مشاركات مختلفة بفئاتها المختلفة، الخمس فئات. جائزة كتارة كانت الهدف، الفكرة الرئيسية هي النهوض بالرواية، خاصة أن الرواية في دول كثيرة خلنا نحطها أن هي أصبحت صناعة وأصبحت ذات أهمية في دخولها في مجالات مختلفة، في السينما، في المسرح، في الفنون، في مجالات مختلفة، فأصبحت صناعة. ولكن في الوطن العربي كانت الفكرة أن لابد من الترويج والنهوض بالرواية العربية وصولا إلى العالمية. صحيح. خاصة أن الحمد لله احنا في 2016 المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة تقدمت رسميا للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإكسو إلى الجامعة الدول العربية أن يكون هناك يوم عالمي للرواية العربية، وتم التوقيع من خلال جميع الكتاب والأدباء العرب، وتم تقديم الطلب الرسمي من المؤسسة. إن شاء الله بإذن الله الأسبوع الأول من نوفمبر في فرنسا في اليونسكو حيتم الإعلان رسمياً بطلب كتارة، أنه بدلاً من يوم واحد تم الإعلان من تاريخ 13 إلى تاريخ 20، أسبوع عالمي للرواية. ما شاء الله. فالحمد لله هذا إنجاز لجائزة كتارة، وجائزة كتارة أصبحت رمز. صحيح. وأصبحت أيقونة على مستوى الوطن العربي بعدد المشاركات المختلفة. إحنا نبدأ سنة كاملة بالعمل من شهر نوفمبر إلى أكتوبر 13، وتم اختيار أيضا تاريخ 13 تاريخ مميز، لأن في نفس اليوم حصل عليها نجيب محفوظ على جائزة نوبل. صحيح. فكانت هذه الفكرة أن يكون تاريخ 13 هي اليوم العالمي، ولكن الحمد لله تم الوصول إلى أسبوع عالمي للرواية. فتحسب لكتارة وتحسب لقطر وتحسب لجميع الروائيين العرب بتقديم هذا الطلب الرسمي. جائزة كتارة استطاعت خلال الفترة السبع سنوات استطعنا أن نجعل الرواية ديوانا للعرب، لأنها هي أصبحت تنافس الشعر. صحيح. فالحمد لله بعدد المشاركات اللي 2321 استطاعت كتارة أن تعلن عن الفائزين في الدورة الحالية بفوز 21. نعم. وبالأخص تتميز هذه الدورة بمشاركة خليجية الحمد لله، وأيضا بفوز خليجي ما شاء الله، في خاصة في فئة الفتيان، وإضافة إلى فئة الرواية القطرية اللي تم إضافتها خلال الدورتين. نعم. السابقتين. هذا أستاذ خالد بس على أساس نركز شوي على موضوع الفائزين، نتكلمنا عن 21. صحيح. فائز ومنهم فائز خليجي أو فائزين خليجيين، لكن إذا جينا إحنا على أساس حتى بعد نعرف المشاهدين أكثر عن الفئات اللي موجودة في جائزة كتارة للرواية العربية. طبعا مثل ما ذكرت أنا أن هناك خمس فئات، والفئة الأولى هي فئة الروايات المنشورة، والفئة الثانية هي فئة الروايات الغير منشورة،
المسودة اللي نعم. قبل ما تنشر، إضافة إلى فئة الروايات الفتيان وهي هاي تمت تحسب للكتارة لأنها لأول مرة تضاف فئة الروايات الفتيان، ثم الدراسات النقدية المتخصصة فقط للرواية هذه كانت الفئة الرابعة، وتم إضافة فئة جديدة وهي الروايات القطرية. نعم. فتمت إضافة، فإحنا عندنا ثلاث خليجيين فائزين في الدورة الحالية. ما شاء الله. أستاذ خالد، يعني نقول أن المشاهد الآن يقول فاز وخذ جائزته والرواية، ولكن أيضا نرجع لصلب الموضوع، يعني إيش الأعمال الفائزة وموضوعاتها؟ طبعا في تنوع في الدورة السابعة مقارنة بالدورات السابقة. احنا دائما لما في نهاية كل دورة نعمل خريطة لقراءة المشهد نفسه، لمعرفة خريطة الرواية العربية. صحيح. ربما كنا في الفترات الماضية في الدورات في 2014-2015 كنا نشوف ان الروايات الخليجية تتكلم أكثر شيء في قضايا مجتمعية، قضية المرأة، قضية الاجتماعية، فهذه المجتمعية فكانت أغلبها قضايا اجتماعية. نرى في قضايا كانت بداية الربيع العربي في بلاد الشام ومصر والعراق، فكانت المواضيع أكثرها، فدائما احنا نقرأ نشوف المشهد وتشوف المحتوى. المحتوى صحيح. الدورة السابعة فيها تنوع، واعتقد أنا أصبحت الموضوع المحلي للقطر نفسها أو الدولة نفسها أو المنطقة نفسها صارت اهتمام أكثر في القضية نفسها، قضية محلية صارت أكثر. وأيضا فوز نجيب محفوظ بنوبل، جائزة نوبل كانت هي موضوع محلي. صحيح. يعني فصار الاهتمام، وخاصة لما يتم ترجم الروايات وكتارة تقوم بترجمة الروايات الفائزة، فحتى الغرب يحب يقرأ الروايات التي تتكلم عن مواضيع محلية. نعم. فهذه كانت واحدة من النقاط الرئيسية، الاختلاف في الدورة الحالية، والحمد لله أن في ابتعدنا يمكن قليلا عن الروايات الربيع العربي وقضايا المشاكل الربيع العربي، فأصبحنا أكثر تركيزا إلى المحلية، الروايات المحلية. إذا يسمح لي سعود، بس أنت الآن تطرقت حق ترجمة الروايات الفائزة. صحيح. إذا عندك معلومة حق كم لغة تترجم؟ طبعا احنا نترجم، طبعا اكيد عندي المعلومة لان انا كمشرف عام للجائزة، فاحنا عندنا نترجم كل الروايات الفائزة المنشورة بالاخص، لان الروايات المنشورة حقوقها تكون كترجمة. نعم. تكون صحيح. للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة. الروايات الغير منشورة طبعا اول شيء يتم طباعتها باللغة العربية، ومن ثم يتم ترجمتها باللغة الإنجليزية. ويتم اختيار الرواية القطرية أيضا لترجمتها باللغة الإنجليزية، الحمد لله. وكانت اللغة الفرنسية موجودة، ولكن تم اختصار اللغة الفرنسية إلى اختيار رواية واحدة من الروايات المنشورة، إضافة إلى الرواية القطرية يتم أيضا ترجمتها إلى الفرنسية في دورة لاحقة. نعم. فإحنا حاليا ترجمنا أيضا، الدورة السابقة كان الدكتور أحمد عبد الملك، تم ترجمتها للغة الإنجليزية واللغة الفرنسية في الدورة الحالية. ممتاز. فيتم ترجمتها باللغات الإنجليزية كل الروايات الفائزة. نعم. إضافة إلى الفرنسية. الله يبيض وجهك. ممتاز. هذا يخليني أرجع ممكن إلى المسابقة شوي، ممكن نتعرف على المعايير وطريقة اختيار، خلينا نقول، وتقييم الأعمال اللي موجودة ضمن المسابقة نفسها. طبعا واحدة من المشاكل أو الضغط الكبير اللي على المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة، بما أن الرواية أصبحت محطة في عالم الرواية. نعم. واهتمام العالم العربي كله والروائيين العرب بجائزة كتارة، أصبحنا في تحت خلينا نقول ضغط كبير بعدد المشاركات الكبيرة. صحيح. إن إحنا نبدأ مع من اليوم الأول من الإعلان باستقبال الروايات، نبدأها في شهر نوفمبر وننتقل حتى شهر أكتوبر. فطبعا المعايير، إحنا عندنا لجنة الفرز اللي تقوم بفرز جميع الروايات من. نعم. ناحية إدارية، من أن ما تكون منشورة في نفس السنة، تكون عدد الكلمات نفس الأعداد اللي حسب الفئات، أنها تكون مش مترجمة من مأخوذة من رواية عالمية مترجمة. نعم. لابد، ولأن الفكرة الرئيسية والهدف الرئيسي هو النهوض باللغة العربية. صحيح. فهذه كانت الفكرة الرئيسية من الجائزة، ثم وصولا إلى اللجنة الأولى وهي اللجنة التي تقوم باختيار 60 رواية، ومن ثم من 60 رواية وصولا إلى 30 رواية في الدورة في اللجنة الثانية، حتى وصولا إلى 5 روائيين فائزين، وتحسب لجائزة كتارة أن هي لا تعطى لشخص واحد ولكن. صحيح. تعطى لخمس فائزين. فعلا الله يبيض وجهكم. وصلنا للنسخة السابعة، ومثل ما ذكرت أكثر من محور أن هذه النسخة هو العدد الأكبر من المشاركات في الروائيين.
أكيد أن هذا يعني الكثير لهذه الجائزة. إيش يعني لكم أن هذه النسخة يعني بدأت النسخات من نقول من 711 الآن وصلنا إلى 2300، أكيد أن هذا يعني لكم شيء؟ طبعا التنوع في 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 موضوع الرواية، الرواية ليست فقط محتوى وكتاب، ولكن بدأنا بالتنوع. يعني حتى في الدورة الحالية تم جميع الأغلفة اللي على الكتب فيها كانت مسابقة، فتم ربط الفن التشكيلي بالرواية. أيضا المسرح، احنا عندنا المسرح الروائي أيضا يتم اختيار رواية واحدة ويتم تحويلها إلى مسرحية روائية، إضافة إلى دخولنا حتى في موضوع الفن نفسه، الفنون كموسيقى أيضا ربطنا الرواية بالموسيقى. فمجموعة من الفعاليات والأنشطة في الرواية هي مثل ما ذكرت هي صناعة. صحيح. فيعني حتى بعدد مشاهدات، يعني كثير من الأفلام العالمية كانت أساسها رواية. فهني النقطة الرئيسية أن كيف نقدر في الوطن العربي أن يكون عندنا هذا الكم الكبير من الروايات وتحويل بعضها. في السنوات الخمس الأخيرة بدأت كثير من الروايات تتحول إلى أفلام، فهذا يجعل أن يكون في عندنا صناعة للرواية، ويكون عندنا بحق أن تكون رواية تنافس عالميا. إحنا يعني من بعد نجيب محفوظ ما عندنا ولا روائي وصل إلى العالمية في جائزة نوبل. نعم. أو ترجمت بكمية أعداد كبيرة من الروايات مقارنة بدول أمريكا الجنوبية أو أمريكا الجنوبية أو حتى في أوروبا، أن في كثير من الروايات. ولكن يبقى هذا هدف إن شاء الله. أكيد. صحيح. أكيد بكل تأكيد أن يكون هدف، ولكن الحمد لله كثارة الالتزام بالمعايير والشفافية، أن خاصة أن جميع الحكام يقومون بتقييم الروايات دون معرفة اسم الروائي أو حتى عنوان الرواية، فيتم تقييم فقط النص دون معرفة أسمائهم، فالشفافية هي أكبر معيار، وإن شاء الله بإذن الله نستمر بإذن الله. إن شاء الله. طبعا هذا العام احتفلت الجائزة طبعا بالأديب والروائي الجزائري عبد الحميد بن الدوغة. نبي نتكلم شوي عن هذا الاحتفاء، عن هذا الاحتفال خاصة ضمن احتفال الجائزة. جائزة كتارة من الدورة الأولى يتم الإعلان عن اختيار شخصية عربية من الرواد، شخصية من الأدباء والروائيين الأوائل في العالم العربي، أن يتم اختيار، وتسمى هذه الدورة باسم الروائي اللي يتم اختياره. بدأنا بنجيب محفوظ، ثم غسان كنفاني، ثم الطيب صالح، وصولا الآن إلى عبد الحميد بهدوقة. كانت الفكرة أن يكون أيضا للجزائر والمغرب العربي يكون وجود هناك روائي، وخاصة أن عبد الحميد استطاع، وهو يعتبر من الروائيين، وتعتبر رواية ريح الجنوب واحدة من أفضل 100 رواية عربية، فهذه تم اختيار السنة هذه. طبعا حيكون معنا سنة كاملة من خلال فعاليات مختلفة وأنشطة مختلفة. بدأنا العمل في عمل أول كتاب تحليلي عن جميع رواياته، فيتم إن شاء الله إصدار هذا الكتاب وتدشين هذا الكتاب في معرض الكتاب القادم بإذن الله في الدوحة إن شاء الله. أيضا إضافة إلى معرض وأنشطة مختلفة، فهي فكرة إحنا بديناها أن كل سنة لازم يكون في شخصية عربية من الرواد، وتكون السنة هذه سنة، وهي عبارة عن تكريم للشخصية، وخاصة أن عبد الحميد هو يعتبر أول روائي جزائري كتب باللغة العربية. نعم. زين، وأول رواية كتبها، وخاصة لها ثقافة يعني خلط بين الأمازيغية والعربية. ممتاز. صحيح. أكيد أن وبصمة أيضا للمهرجان، المهرجان الروائي. سعود، أنت عندك سؤال عن النسخة السابعة ولا خلصت أسئلتك؟ تفضل. ننتقل للنسخة الثامنة يا إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا أكيد الدورة المقبلة هي الدورة الثامنة للجائزة. نبقي أيضا نوضح للمشاهدين متى آخر موعد لاستلام الأعمال الروائية، وكم تتوقعون المشاركين في النسخة القادمة؟ طبعا إن شاء الله حتى إحنا في الأسبوع القادم حيتم فتح باب الترشح للاستقبال للمشاركات. نعم. حتى نهاية 31 يناير 2022 آخر موعد لاستقبال المشاركات شو اسمه، وإن شاء الله بإذن الله حيكون مثل ما يقولون حيكون الضغط عالي علينا في بالتقييم والدراسة لجان التحكيم، ولكن إن شاء الله تكون الأعداد تكون جيدة. الله يوفقكم إن شاء الله، ونتمنى لكم طبعا المزيد من النجاح والنجاح والنجاح بإذن الله في النسخة القادمة. طبعا مشاهدينا الكرام، احنا بدورنا نشكر السيد خالد السيد المشرف العام لجائزة كتارة للرواية العربية ومدير إدارة الفعاليات
بك تارة، شكرا لك وشكرا على تواجدك. شكرا الله ليهينك خالد سيد، والله ودنا نطول معك لكن ندري بالتزامك الجاي بالتوفيق ان شاء الله. طبعا مشاهدينا الكرام احنا ما زلنا مستمرين معاكم وايضا ضيف اخر ومواضيع ثانيه بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا ومستمعينا الكرام، ننتقل الآن معاكم إلى الأخبار المحلية السريعة، ونبدأ طبعا في أول خبر، حيث أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة أن كلية أحمد بن محمد العسكرية ستقوم بتنفيذ تمثيل ضربة جوية وهمية في فرضة زكريت، وذلك على ارتفاع 200 قدم ونصف قطر قدره 50 مترا يوم 21 من أكتوبر الجاري من الساعة 6:00 وحتى الساعة 6:05 صباحا. وننتقل إلى الخبر الثاني، حيث اكتملت وزارة العدل إجراءات التحول السحابي ضمن خطتها للتحول الرقمي تحت مظلة الشركات الشراكة الاستراتيجية التي أبرمتها دولة قطر ممثلة بوزارة المواصلات والاتصالات مع شركة مايكروسوفت قبل عام، لإنشاء مناطق مايكروسوفت السحابية في دولة قطر لتكون منصة وطنية معتمدة لخدمة الحوسبة السحابية في دولة قطر والعالم. وننتقل إلى الخبر الثالث، حيث فازت مؤسسة حمد الطبية ممثلة في كوادر إدارة الصحة النفسية التابعة لها بجائزة دولية لتميزها وجهودها في استجابتها لجائحة كورونا كوفيد-19، وذلك وفقا لما أعلن عنها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية. وننتقل إلى الخبر الرابع من حلقة اليوم، حيث نوهت وزارة البلدية والبيئة أنه نظرا للإقبال الشديد والكبير على بعض المناطق الخاصة بموسم التخييم الشتوي لهذه العام، فإن آلية عمل النظام الإلكتروني للتسجيل تعتمد على النظر في كافة الخيارات التي تقدم بها الراقب في التخييم. طبعا هذه كانت أخبارنا المحلية السريعة، ونرجع لك يا أخوي فهد، تفضل. لا أنت والله بيض وجهك أخوي سعود. طبعا ننتقل إلى موضوع آخر، حيث افتتح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة اليوم بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات فعاليات معرض سيتيسكيب قطر. مزيدا من التفاصيل في التقرير التالي. على مدى 3 أيام سيجمع معرض سيتيسكيب قطر 2021 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات المهتمين بالعقارات مع المطورين العقاريين وأصحاب المشاريع والشركات العاملة في مجال التطوير العقاري. المعرض الذي افتتحه سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة بحضور سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة يشهد طرح عدد من المشاريع العقارية الجديدة التي تقوم بتطويرها كبريات الشركات العقارية في الدولة. طبعا بروة العقارية اليوم مشاركة كراعي بلاتينيوم في معرض سيتيسكيب، ولعرض المشاريع القيد التنفيذ والمشاريع المستقبلية، مشروع مدينتنا ومشروع براحة الجنوب. الحمد لله شهدنا إقبال كبير من المستثمرين والشركاء والناس اللي في الدولة، جاءوا ألقوا النظر على مشروع وادي الوسيل والمشاريع قيد التطوير. احنا اليوم متواجدين في سيتيسكيب نعرض اخر مشروع عندنا اللي هو شقق في جزيرة الجيوان. والله الحمد لله احنا يعني من بداية الافتتاح لحد الان بعدنا كمية ممتازة جدا من الوحدات السكنية، ويبين فيهم اقبال، وبالعكس الناس ما عندهم مشكلة أن يستثمرون ويشترون، لكن يبون الجودة العالية والمنتج الزين.
وتشهد فعاليات معرض سيتي سكيب قطر لقاءات بين مختلف الفاعلين في مجال التطوير العقاري، ما يعزز حركة السوق ويفسح المجال أمام العديد من الاتفاقيات والصفقات في هذه السوق النشطة. سيتي سكيب من المعروف من المعارض المهمة في عالم العقار، وأعتقد اليوم بعد جائحة كورونا وهذه المعرض يتطور من أكبر إلى أكبر، وشفنا فيه منتجات معروضة من المطورين العقاريين بأحجام مختلفة بنوعيات مختلفة بأسعار مختلفة. كذلك صار اليوم توقيع لشراء مبنى لغرفة تجارة قطر، توقيع مع شركة ديار، وبيكون دعم للعمل القطاع الخاص في الفترة القادمة. ومن أبرز الفعاليات كذلك مؤتمر سيتي سكيب الذي يضم جلسات حوار لمدة 20 ساعة، ويشهد مشاركة عدد من الهيئات الحكومية ومتحدثين في مجالات الاستدامة والهندسة المعمارية والسياحة. شاركنا في معرض سيتي سكيب حيث عرضنا فيه أبرز ما في القانون الوساطة العقارية وأعمال الإدارة من حيث تنظيم المهنة. أيضاً تطرقنا لعقد الوساطة العقارية بين الوسيط والمتعاملين بحيث أن تكون كل أمور العقد واضحة للمتعاقدين. يشار إلى أن معرض سيتي سكيب قطر 2021 يشهد مشاركة أكثر من 30 شركة تضم أهم الشركات العقارية المتميزة على المستوى المحلي والإقليمي. وننتقل إلى موضوع آخر، حيث أعلن جهاز التخطيط والإحصاء عن النتائج الرئيسية لبيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت تعداد قطر 2020، حيث تضمنت عرض المؤشرات المتعلقة بالسكان والتعليم والنشاط والاقتصاد والسكن أيضا. يا سعود. نعم يا أخوي فهد، مشاهدينا الكرام، الحديث عن هذا الموضوع يشرفنا أن يكون معنا في الاستوديو السيد سعود مطر الشمري، مساعد مدير إدارة التعداد والمسوح والأساليب الإحصائية في جهاز التخطيط والإحصاء. حياك الله يا أبو مطر، شرفتنا. يا مرحبا، نورتنا، الله يسلمك. شاكرينكم على الاستضافة. يا مرحبا. يا مرحبا، الله يحييك. طبعا في البداية ودنا أن نتعرف ونعرف المشاهدين أكثر عن مشروع التعداد العام لسكان والمساكن والمنشآت في تعداد قطر 2020. في البداية طبعا شاكرينكم على الاستضافة وتسليط الضوء على أهم يعني المشاريع الإحصائية بالدولة وتحديدا في جهاز التخطيط والإحصاء، واللي تنبع أهميته من كونه أنه صورة شاملة عن مكونات المجتمع، سواء كان من أفراد ومن مباني ووحدات سكنية ومنشآت. بطبيعة الحال التعداد يقام كل 10 سنوات مرة. في أول تعداد كان طبعا في 86 وتلاها اللي هو 97، ومن ثم 2004، والتعداد اللي قبل تعداد 2020 كان 2010. نعم. ففي خلال هذه التعدادات طبعا دائما يكون هناك عمل وعملية تحضيرية تسبقها حتى قرار من أعلى مستوى. يعني على سبيل المثال عندنا اللي هو 2020 كان القرار رقم 4 ل 2018 من قرار مجلس الوزراء في بدء العمل، كان في سنة 2018. طبعا أبو مطر، ذكرت الآن المدة اللي أول تعداد كان سنة 86 إلى وصلنا 2010 والآن أيضا 2020، لكن كل مشروع أيضا له مدة. هل هي المدة اللي استغرقها هذا المشروع، هل هي تقصد بها العشر سنوات؟ المدة التحضيرية هي كانت 3 سنوات، ابتدأت من صدور القرار مثل ما ذكرت، بعدها تم تشكيل اللجنة الفنية واللجان الأخرى المعنية بمراجعة التصانيف، أيضا اللجان الخاصة بالتدريب، واللجان اللي خصوصا لجنة اللي هو تهيئة قواعد البيانات الخاصة بالجهات الحكومية. وهذا على مدار سنتين حقيقة اجتمعنا مع عدة جهات حكومية وشبه حكومية، وقعنا 14 اتفاق تبادل بيانات بيننا وبين هذه الجهات حتى يسهل يعني أخذ البيانات والاستفادة منها في تعداد 2020.
ممتاز. هذا خلينا نسأل خلينا نقول عن آلية جمع البيانات كيف تكون أو خطواتها طبعا منذ بداية أول عام إلى الوصول إلى العام العاشر. طبعا إحنا في هذا المسح تحديدا في هذا التعداد 2020 يعني اعتمدنا منهجية الاعتماد بشكل أكبر على السجلات واستخدام أكبر لقواعد البيانات الخاصة بالجهات. فبالتالي خلال السنة اللي هي ابتداء من 2018 وصولا ل 2019 كان في عدة اجتماعات مع هذه الجهات لتهيئة قواعد البيانات، فكان في استخدام موسع. حقيقة استفدنا بشكل كبير من البيانات اللي موجودة في قواعد البيانات في الجهات الحكومية، عكست الواقع بشكل واضح قبل النزول الميداني اللي كان في ديسمبر 2020 اللي نعتبره استكمال وتحديث لقواعد البيانات اللي في الجهات الحكومية. فالعملية التحضير تأخذ وقت طويل مثل ما ذكرنا، العدد العاملين في العمل الميداني يفوق 2000 شخص ما بين باحث ومفتش ولجان مسؤولة عن هذا العمل. طبعا بو مطر أكيد هذه المدة كلها والأرقام اللي اشتغلوا، السؤال اللي يقول يعني أو استنتجنا هذا السؤال من الكلام اللي قلته حاليا أن أكيد هناك أرقام ومؤشرات، نبغي أبرز الأرقام والمؤشرات في هذا المشروع. يعني بما أنك ذكرت طبعا الأرقام والمؤشرات يعني ننتهز الفرصة يعني نعرض طبعا عندنا اللي هو الكتيب لأهم النتائج الخاصة أو النتائج الرئيسية لتعداد 2020، ويعني هذه النتائج خلينا نقول هي خلاصة العمل خلال الثلاث سنوات. فيه أهم المؤشرات، فيه أهم البيانات الخاصة مثل ما ذكرنا بالسكان، بالوحدات السكنية، بالمباني، بالمنشآت. أيضا التقرير يعرض عدة نقاط وخصوصا ركزنا على موضوع المقارنات ما بين 2020 و2010 ومدى التطور. يعني أنا يمكن حتى أختصر فقط يمكن بعض المؤشرات اللي هي مثلا يعني بلغ عدد السكان في تعداد 2020 كان 2,850,000 ما شاء الله. أي نعم، بزيادة يعني 68% عن 2010. 2010 كم كان عدد؟ كان 1,670,000 يعني 1,200,000 اللي زاد. أي نعم ما شاء الله. صحيح. فبالتالي هذه الزيادة طبعا أكيد صاحبها زيادة في المباني. صحيح. مثل ما أنتم شايفين يعني في عندك كان المباني 204 يعني 200,000 مبنى كان في 2020 فزاد بنسبة 50% عن ما كان عن السابق. أيضا الوحدات السكنية وصلنا إلى 400,000 وحدة سكنية، وهذه زيادة تقريبا 56% من التعداد السابق. أيضا الطفرة حدثت في المنشآت، منشآت الأعمال، المحلات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، يعني زادت بنسبة تفوق 100%. نعم وصلنا إلى 71,000 منشأة عاملة. ما شاء الله. فكثير من هذه المؤشرات يعني وأنا من هذا المنبر يعني أدعو الباحثين والمهتمين بالأرقام إن الدخول على صفحة جهاز التخطيط والإحصاء سيجدون طبعا هذه النشرة موجود. أيضا نعم متواجدة في الموقع. أيضا في عندنا اللي هو موقع تفاعلي يعني للأشخاص اللي حابين يأخذون بيان معين أو مؤشر معين فبيكون موجود، وفيه مقارنات موجودة. أيضا في عندنا أبليكيشن لجهاز التخطيط والإحصاء بالإمكان أيضا تنزيله سواء كان جميع المستخدمين سواء الآيفون وغيره، تنزيل هذا البرنامج وأيضا يعني أخذ بيانات تفاعلية موجودة على الأبليكيشن. ممتاز. فجميع هذه النتائج يعني حاليا منشورة. طبعا راح يكون عندنا مرحلة يعني خلال الشهر القادم
سيتم فيها نشر البيانات التفصيلية، وهذه عادة للباحثين والمهتمين في الدراسات المعمقة. أما جميع المؤشرات الرئيسية هي يعني موجودة في هذا الكتيب، فيها النسب، فيها التوزيع، وفيها جميع الأرقام. صحيح. ممتاز. هذا خلينا ممكن ننتقل إلى المقارنات بشكل عام. ممكن ذكرت أن هذا الكتيب أو هذه النشرة موجود فيها المقارنات، ولكن كجهاز إحصاء كيف يتم المقارنة هنقول بين هذه السنوات والسنوات الأخيرة وعرضها هنقول للمواطنين أو حتى للراقبين في المعرفة؟ طبعا دائما الرقم إذا كان مفرد الرقم أو يؤخذ لسنة واحدة قد لا يوضح الصورة عن وضع الدراسة اللي يقدم عليها الشخص، سواء كان مخطط أو كان باحث. فلا بد من مقارنة. هذه المقارنة إما تكون زمنية، بمعنى أنك تقارن هذا الرقم على سبيل المثال عدد السكان في هذا السنة بسنوات سابقة، فمن خلال هذه المقارنة يتضح لك عملية التطور في الرقم. أيضا عدد المباني بأنواعها، كم كان عدد الفلل على سبيل المثال في 2010 وأصبح الآن بعد التطور، فهذا يؤدي إلى 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 صورة واضحة. أيضا كذلك في المستشفيات، في الخدمات الأخرى، في المدارس، عملية المقارنة ضرورية ومطلوبة للمخطط وأيضا للباحث. صحيح. أيضا هناك مقارنات أخرى قد أيضا يهتم فيها بعض الباحثين، اللي هي مقارنات مع الدول، لما تبدأ تقارن بعض المعدلات النمو سواء في الدولة، سواء معدلات اقتصادية أو معدلات اجتماعية، ومقارنتها بالدول الأخرى وعملية دراسة معمقة لهذه الأرقام. فبطبيعة الحال إحنا ضمننا هذه المفهوم، مفهوم المقارنة ضمناه في هذا التقرير، وموجود عندنا في أيضا في الموقع جميع البيانات مقارنة بالتعدادات. طبعا بمطر أنتوا أخوي سعود ما قصرتوا لكم، وصلتونا حق مثل ما نقول لب الموضوع، يعني نقول إشلون مثل هذه المشاريع أو هذا المشروع إشلون يمكن الاستفادة من هذه البيانات لاتخاذ القرار والتخطيط في الدولة. طبعا احنا نوضح ان بيانات التعداد هي دائما الأساس في جميع الدول. عادة بيانات التعدادات هي تكون البيان الأساس اللي ينطلق منه. نوضح أكثر، التعداد السكاني فقط ولا التعداد السكاني؟ هو دائما المسمى الكامل له تعداد السكان والمساكن والمنشآت. فهو يشمل جميع المباني. صح. والمنشآت. فالتعداد مثل ما ذكرت هو اللبنة الأساسية، وهو الأساس اللي من خلاله يتم انطلاق إما لاستراتيجيات، إما لخطط خاصة بالوزارات، وحتى الباحثين يعني اللي حاب أنه يستكمل عملية الدراسة ما بعد، يعني على سبيل المثال ارتفاع نسبة معينة، على سبيل المثال في قطاع من التعليم، الناس اللي مثلا فوق الجامعة زادوا عددهم عن السابق، فبالتالي ربما هناك أيضا دراسات تكون استكمالية لهذه الدراسة لفهم ما هي الأنواع وما طبيعة سوق العمل ومتطلبات سوق العمل. نعم. فمثل ما ذكرت هو التعداد هو الأساس اللي يبنى عليه جميع الخطط والاستراتيجيات لمدة 10 سنوات قادمة. ممتاز. طبعا سعود مطر الشمري مساعد مدير إدارة التعدادات المسوح والأساليب الإحصائية في جهاز التخطيط والإحصاء، نشكرك على حضورك، والله لا يهينك وبيض وجهك. شكرا شكرا شكرا, شكرا على تواجدك. طبعا مشاهدينا الكرام ننتقل الآن معكم إلى فاصل، وبعدها نتابع باقي فقرات برنامجكم ترحيب. حياكم الله من جديد مشاهدينا ومستمعينا الكرام. طبعا رجعنا لكم نتابع معاكم طبعا باقي فقرات برنامجكم ترحيب، والفقرة اللي مجهزها لنا أخوي فهد. بطلعكم الاستوديو أنتم المشاهدين. والآن خلونا ننتقل لمشاهدينا الأعزاء إلى سوق واقف، حيث يتواجد نديب قناة الريان زميلنا جاسر الإحبابي لتغطية فعاليات معرض التمور المحلية الثالثة لموسم 2021. نرحب بك أخوي جاسر والكلمة عندك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا، وأيضا أمسي عليكم بالخير ومسي على زملائي في الاستوديو بالخير. مثل ما تشوفون احنا متواجدين حاليا في معرض التمور المحلية الثالث المتواجد في سوق واقف، ومثل ما قلنا في تغطيتنا السابقة طبعا هذا المعرض من تنظيم وزارة البلدية والبيئة وسوق واقف يعطيهم العافية، وأيضا أخذنا مقابلة مع أحد المنظمين هنا في هذا المعرض، ولكن هالمرة عندنا مقابلة شوي أقرب بالنسبة للمزارعين وللمنتج، ومعانا أحد المزارع وهي مزارع الطاهر، بالأخص الأستاذ يوسف محمد أحمد الطاهر. يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم، تشرفونا، معاكم أخوكم يوسف أحمد الطاهر. طبعا كما تقدمت أنت في الكلام عن هذا المهرجان وهذا الجو والجهد المبذول من قبل وزارة البلدية ومن قبل إدارة سوق واقف، وعلى رأسهم وعلى رأس الهرم سيدي سمو الأمير وزير البلدية ورئيس مجلس الوزراء ونائب سمو الأمير في مقدمة ما سبق، الذين قاموا على جهدهم وقامت هذه المهرجانات على إظهار هذا المنتج والمنتجات كلها، مشكورين على ما يبذلونه من 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 دعم وعلى ما يبرزونه من جهود المزارعين. واليوم احنا صراحة سعيدين بأن نرى يعني الزوار ونشوف المستهلكين اللي يتذوقون او يتذوقون الطعم ويتذوقون الأنواع الموجودة. وفي الحقيقة احنا ما اعتمدت انا على مزرعتي على نوع واحد من الأنواع اللي هو الإخلاص او الخنيزي، بل عددت التنوع، لان في ما شاء الله يعني تنوع، ما شاء الله التنوع. بالعكس انت لو تشوف ستاندي، الستاند فيه الإخلاص، فيه الخنيزي، الخنيزي المجفف، فيه اللولو، فيه البرحي، فيه الرزيزي، فيه السلطانة، فيه الخضري البيشي. طيب ممكن أسألك، هل واجهت صعوبة في الفترة الأخيرة في زراعة هذه المنتجات كلها؟ أو شوف أخوي العزيز، كل عمل له جهد، وكل عمل يعني لابد أن تبرزه يبي له تعب. والله يعلم الله أن الواحد يجتهد طول السنة، يعني بعض الناس يفكر أن هذا شغل موسم واحد أو شهر شهرين، بل أنا طوال السنة طوال السنة أنا الآن عندي الغرس، غرس الفسايل، وبعدها عندي التسميد، وعندي بعد ذلك شهر 12 مثلا عندي يبدأ مثلا التكريب، وشهر 12 يبدأ عندي التلقيح، وهكذا العمل دؤوب طوال السنة. الله يعينكم، ما نقول إلا الله يعينكم. طيب بخصوص التجفيف، عملية نعم. التجفيف نعم. طبعا في تعاون بينكم وبين المنظمين في هذا المعرض، صح نعم ولا لا؟ كيف كان هذا التعاون بالنسبة للتجفيف؟ ما شاء الله تبارك الله، يعني الحمد لله بفضل من الله عز وجل، العام الماضي صرفوا لنا غرف تجفيف، وأنا من أوائل الناس اللي كنت أروح إلى روضة الفرس لإثبات جودة غرف التجفيف اللي دشنت في منطقة الخليج والذي أثبتت جودتها. والحمد لله هذه السنة كان عندي من الإنتاج 27 طن من التمور بأنواعها المختلفة، منها اللي جففت في الغرف، منها اللي جففت في أمهاتها في النخلة. وأنا يعني أبا أستطرد القول في هذا الوقت وفي هذا الساعة أن أشكر سيدي سمو الأمير على الانتخابات الذي جعلت في مجلس الشورى، وعلى التعيين الذي تم، وعلى حرصه على أتمام العملية الديمقراطية بكل شفافية، لحرصه على عمل هذه البرامج التنموية في الدولة. وأنا أقول وأحمل المسؤولية لأعضاء مجلس الشورى على أن هذا تكليف وهذا تشريف. ما قصرت أخوي يوسف، وبيض الله وجهكم، ما نقول إلا الله يوفقكم. آمين. في كلمة تبي تقولها للزوار اللي راح يزورون هذا المعرض، الإقبال اللي تشوفه اليوم، إيش تبي تقول لهم؟ والله صراحة احنا نقول لهم حق الزوار وحق المشاهدين وحق السواح اللي جايين، نشوفهم متعددين، وانا اهتم في كل الجنسيات، يعلم الله اني اهتم في كل جنسية. ولو لاحظت انت في الستاند اللي عندي، يجيني الهندي اهتم فيه، المغربي اهتم فيه، السوري اعرف مذاقه، والعراقي اهتم فيه، كل الجنسيات لهم ذوق
ولهم رغبة وكل اللي يبونه متوفر إن شاء الله. متوفر والحمد لله رب العالمين. بالتوفيق إن شاء الله. بيض الله وجهك أخو يوسف ويعطيك ألف ألف عافية. الله يسلمك. إذن هذا هو مضمون المعرض، كنتم معنا في هذه التغطية من سوق واقف. نرجع لكم أخواني في الاستديو. كل الشكر أخوي جاسر الأحبابي، وشكرا لك على هذه الفقرة، وشكرا لضيفك الكريم. مشاهدينا جاسر محظوظ بوجوده هناك والله. والله ما وصلنا على شيء. لا لا ان شاء الله تبشر بالخير ان شاء الله. الحين بنخلص بالروح. الله يبقى يعطيه العافيه والله جاسر يستاهل. طبعا مشاهدينا الكرام ننتقل الى موضوع اخر، وبمشاركه نخبه من نجوم القناة القطري والخليجي على اوتار الاصاله والرقي، تواصلت على خشبه مسرح قطر الوطني فعاليات مهرجان الاقنيه القطريه الذي يقام تحت شعار ولين الحين يا سدرة عروقك فينا عايشة، أو عروقك عايشة فينا. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. أنا مع كل الأسى في أجواء غنائية استثنائية احتضنها مسرح قطر الوطني، أحيت نخبة من نجوم الغناء القطري والخليجي ليالي مهرجان الأغنية القطرية، وفيها امتزجت عذوبة الكلمة بالإبداع الموسيقي وجمالية الأجواء والمكان. وزارة الثقافة والرياضة اختار الشعار ولين الحين يا سدرة عروقك عايشة فينا لهذا المهرجان، وهو شعار المستمد من كلمات أغنية للشاعر الدكتور مرزوق بشير، وتعبر عن البيئة القطرية الأصيلة وعمق الارتباط بها، وتأتي تماشياً مع شعار اليوم الوطني 2021 مرابع الأجداد أمانة. الشيء الحلو اللي احنا قاعدين نشوفه أنه في كل سنة المهرجان فيه تطور، ايضا قاعدين نشوف اكتشاف اصوات جديده في 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 المهرجان. كل سنه قاعدين نشوف اصوات شبابيه جديده، وبالعكس هذا شيء جميل يثري ايضا الساحه الفنيه في قطر. والحمد لله اننا قاعدين نشوف ايضا شيء جميل ان المهرجان قاعد ياخذ صدى جدا كبير مش بس في قطر، حتى في الخليج. وخلال المهرجان كرم سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة 5 من المطربين والشعراء الغنائيين القطريين، تقديراً لإسهاماتهم وجهودهم المستمرة في تطوير الأغنية القطرية. والله طبعاً هذه مبادرة طيبة، أنا أتمنى يعني كل سنة يكرمون جميع الفنانين القطريين اللي لهم باع طويل وحتى الأجيال القادمة. هذا طبعا انا اشكر وزير سعاده الوزير صلاح الغانم، واشكر جميع العاملين في على البرنامج. ويعد مهرجان الاغنيه القطريه نقطه التقاء وجدانيا بين الفن المحلي الاصيل وذائقه الجمهور القطري الذي تستهويه الموسيقى والغناء الرفيع الذي يعبر عنه، لا سيما ان الموسيقى جزء اساسي من الموروث الثقافي المرتبط بالهويه الوطنيه، وقد عبرت الفنون الشعبيه القطريه عن ثقافه فريده لطالما ميزت المجتمع القطري وظلت مثالا للاصاله والرقي. وبعد هذا التقرير نكون وصلنا وياكم مشاهدينا الكرام الى نهايه هذه الحلقه من ترحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات وللتواصل مع فريق عمل البرنامج يمكنكم التواصل عبر بريد برنامج ترحيب الإلكتروني، أو متابعتنا والمشاركة عن طريق حساباتنا على الفيسبوك والتويتر والإنستغرام والسناب شات. نرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم. في أمان الله. في أمان الله.